جندو 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 يا عيني هذا حفيدي المستقبلي كلش قلقني. امشي امشي خلني خلني قاعد. جندو اسمعني الله خليك اسمعني اسمعني يا عيني ايش رايد من عندي ما تقول لي ايش رايد ها ما يسأل اسمعني بس اسمعني الله خليك يا عيني هاي سالفه مال اشتري قطع اراضي بالمنصور وبالجادريه وبعدين يغلى سعرها وابيعها يعني هاي السالفه ما طاخ براسي ابد يا ابني يا حبيبي تبعك صغير وما تفهم ما شايف الزمن يتغير بعدين شلون صارت هاي المناطق يابا ولا يهمك خلاص بس حقك والله حقك ما جاي يقتنع اقول لك بس اسمعني اسمعني اسمع يا فريد اسمع اي والله اسمعني يا صح فريد اسم جده صلى الله على ايام قبل بعد اسم فريد الله ليش انت شو اسمك ابني لا انا اعوفك من اسمي انت ما اعرف الاسماء بعدين شو راح يصير شو هي اسماء جده اعوفك من الاراضي ولو ما جسم هسه عندي اقتراح ثاني اوكي يا سمك اوكي شوف ايدك تعوف العراق اي تعوف العراق عرفت. تروح لدوله ثانيه هسه راح اعطيك اسماء دول تروح له تعيش بيهن ليش حتى انا من انولد كون عايش ببلد ثاني وعندي جنسيه ثانيه غير هاي يا ابني وين اروح اي مكان اي مكان انا قابل ما عندي مشكله فريد افندي ايه؟ انت مو دازن عليك وين؟ تعيش بلندن ويعطوك الجنسيه البريطانيه اي صح اي صح دزوا علي دزوا علي بس تولي لا 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 شو تولي لك بريطانيا ليش الله خليك روح يا ابني العراق احسن من بريطانيا بزمنكم العراق احسن من بريطانيا على زمننا لا العراق راح يتدمر الدينار العراقي يسوى ابو الاسترليني على زمنكم بزمننا غير الدينار العراقي يصب شاي للجنيه الاسترليني يا ابني يا ابني يا بلندن هاي كلها شنو هاي كلها باب وكلها هاي السوالف برد وما برد برد يقتل كتل بيه صحيح لا لا عوف 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 شو عندك بالبلد ظل هنا اتفالك روح روح يقول لك روح لبريطانيا يا ابني يا ابني عوف بريطانيا وعوف لندن شنو رايك تجي ويانا الليله ونسهر يم سليم مكفشه هاي مكفشه راح اجيب الماكينه وازينها دعوفها يا حبيبي شوف مستقبلنا مستقبل اولادك واحفادك فريد افندي انت ليش ما تروح لهاي الدوله الخليجيه شغلهم زين ورايديك بالاسم اسمع منه نعم نعم تقصد قطر لا 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 مو قطر تقصد عمان لا 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 اخاف يا باي خليجي انا قابل روح روح الامارات الامارات اي صح 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 رادون يا رادون الامارات 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 هاي دينك إيه أبوس رجلك روح روح ما تعرف الإمارات روح حبيبي يا ابني افهم ما أقدر أوفي العراق عوفة 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 الله يخليك يتوسلون بيقولوا له تعال ونعطيك جنسية إلك والأولادك والأحفادك ويطوفلة وراتب دائم أحرق قلبي أحرق قلبي بعد روح للإمارات وجاي يقول لك روح يا ابني إيش عندي رايح للإمارات العراق المستقبل كله هنا يا مستقبل ريال مدريد على برشلونة ما عندي ملابس تحكي صديق يا ابني انت قلقتنا كلش قلقتنا وخرتنا على سليمة مكفشة يا سليمة مكفشة هاي دمرت مستقبل العائلة هاي عوفها فريد نعم ليش ما تروح لأمريكا الله أمريكا يا عزيزي أمريكا مليانة كساد وما كساد اقتصادي هسه بيها وكل يوم يدخل حرب عالمية يجوز باشر تدخل حرب عالمية يعني ماكو أي استقرار أمني بيها أي العراق بيه استقرار يا ابني العراق بلد مستقر أمنيا بزمنكم مستقر بزمننا لا وين راح يصير تراب روح لأمريكا حبيبي حبيبي يا ابني هذا قلقني كلش هو يا استأخرتنا على موعد كلش مهم يا موعد هذا ويا سليمة مكفشة ترى كلش تأخرنا كلش بس أقول لك أنت جايب فلوس حتى تشمر هنا على سليمة أكو هذا البيت اللي بالمحيط مال كاظمية قالوا لي اشتري فأخذت الفلوس رايح اشتري البيت فأجبالي شنو خل أكيتهن على سليمة مكفشة أحسن لا 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 فلوس بيت بالمحيط هسه بزمن يمكن يطلع له على 5 مليار مدري ايش قد راح تكيتن على سليمة مكفشة انه بيقولوا له تعال الامارات ما يقبل ربي جاي تسمعين انت لو ما تسمعين